متابعة نهارنا رح بتكون مع الخضار النباتات أرض ورد وكندا. صباح الخير. صباح الخير. خضار بعضها. مش بس من النبتة، أنا قصدي حتى المرشة. إيه. كله متابع بعضه. صباح النور. صباح النور. ليكي بيقولوا إذا واحد لبس ألوان بحس حاله إنه مبسوط. لا شعوريا، الالوان يلي هي أكيد. فرحه بتنعكس على الواحد. ان شاء الله تكوني مبسوطه لانه الوان كثير حلوين الحمد لله. بيقولوا كمان او دراسات بتقول انه اللون الاخضر ومش حي الاخضر، الاخضر الطبيعه، يعني بس يكون في اي هيك ورقه خضار بالاوضه كثير بتعطي ذبذبات او اوند، يعني ويفز كثير. بيقولوا واحد اذا معصب بظهر على الطبيعه وتمشى وهيك، لانه هيدا اللون اللي هيك اللي بيريح اللي بيعطي شيء كتير حلو. الخضار مزبوط. هو مزبوط. الأكيد اللي بيعكس. فاليوم رح نحكي عن خضار ما في زهور ما في ألوان، في الريلاكس مش الفرح. أريكا هي اسم النبتة اللي رح نحكي عنها اليوم، أو كانتيا بنقلها كمان، بيقولوا لها فو بالميه، وهي النبتة اللي فينا نقول على 365 نهار مش مفروض انه يتغير شكلها كتير، دايما بتضلها خضراء، دايما بتعطينا هالهيك الوراق اللي مفتوحة على بعضها. الحلو فيها انه خفيفة، يعني وجودها خفيف، ما بتحسي انه في عندك وراء كبيره خضراء موجوده، بس بذات موجوده الوقت ومش موجوده مزبوط. بنفس الوقت هي الحلو فيها، يعني انه يمكن لانه هيك رفيعه وبتحسي في ترانسبرانس انه بتقشعي من ميل لميل 100%. ومشان هيك هي كثير مستحبه انها تكون موجوده بكثير مجالات، يعني فيك تحطيها بمكتب، فيك تحطيها بالصالون، فيك تحطيها باوضه القعده، فيك تحطيها على الانتري، كل الاماكن يلي ممكن انه الناس تتواجد فيها ممكن انك تحطي أريكا بكل رياحه، ما بتاخذ كتير محل، بس هي موجودة مثل ما قلتي. وخضارة الخضار المريح، خضار الطبيعة ما فيها ألوان، هذا هو اللون الوحيد اللي ممكن تلاقيها فيه، ما بتعطي لا بانشي ولا شيء، ومنا صعبة انه واحد يهتم فيها. منا صعبة، انا لان ذكرتي بنحطها بالكون وبرا وجوا وانتري مزبوط. بالكون اذا مسكر، اذا مسكر يعني انتبه أوكي. يكون يعني تقريبا جوا، هيدا اللي بنقله نص نص أوكي. يعني اذا كان منه كتير عم بيتفاعل مع الطقس يلي عم بيصير برا، لانه الأريكا من النباتات الاستوائية، وهالنباتات هيدي هي يلي بتضلها خضراء على مدار السنة، هي اللي اكثر انواع خضراء أنواع نباتات ممكن أنه تتأقلم بقلب البيوت، لأنه الطقس بقلب البيت ممكن أنه خليه يصير يشبه الطبيعة الاستوائية، بمعنى أنه أول شيء الطقس ما رح يكون كتير مثل برا، ما في عندي هالتغيرات، ما في تقلبات مزبوط على مدار السنة. وبقية الأشياء يعني نحن الطقس هو اللي أكتر شيء، والشمس جوا بقلب البيت كمان عندك بدك تحطيها بمحل مضوى بدون ما يكون شمس مباشره جايه عليها، بس يكون النور نور النهار وواصل منيح على الغرفه، تكون مضوايه منيح. بقيه الاشياء هو فينا نحن نتحكم فيهم لحتى قد ما فينا نخليها تكون تشبه الطقس اللي هي بحاجه له. اول شيء بدنا نقوله ممنوع تكون موجوده حد الاي سي، هيدي هلا لانه هذا الموسم، فالاي سي كثير بضرب الأريكا. من اسبوعين كان عندنا سؤال عن أريكا، ويا ريت هيك ما بعرف اذا متذكر الصوره، بس كانت حرام كثير يعني صاروا رأى لونه بني لانه موجوده معرضه للاي سي. وقت اللي بنحط هيك وراء كثير رقيقه حد الاي سي او بتتعرض لهواء بارد بتصير مثل كانها محروقه، مش بني، البني اللي بنشوفه اللي هيك موجود شوي حواليها هون اللي ممكن يكون من ناشف شوي بالطقس او شيء، لا بصير لونها بني مسود لانه محروق. مثل كانها محروقه، مثل كانه انت جيتي ولعتي نار عليها وحرقتيها. هل تاثير بصير وقت يكون عندي اي سي، خاصه على النباتات يلي ورقتها رفيعه، والكانتيا او الأريكا من النباتات يلي ورقتها رفيعه. فاذا ما تكون دغري بوجه الاي سي، تكون موجوده بمحل منور بدون ما يكون في شمس جاي عليها دغري. وقلت انه ما كثير بدها عنايه، بمعنى ونحن بس نقول عنايه اكثر شيء بيخطر على بالنا المي، كيف بدنا نسقيها وقديش لازم نسقيها وما ننسى، وخاصه هلا صيفيه. الكانتيا من النباتات يلي اهم شيء انه تكوني ريجولر، تكوني منتظمه بكيفيه السقايه، بدنا نسقيها مره واحده بالجمعه مثل الدراسينا. اي مره بالجمعه لانها موجوده جوا بقلب البيت. اوكي. قادره تسقيها مره بالجمعه؟ لانه ايام عمرها بالجمعه يا غاده، مش عم تزبط معك.
احترمهم. مره واحده بالجمعه كافيه عشرت انه يكون كيفيه السقايه مضبوطه، واذا فينا كمان مره واحده بالجمعه نرشها بالمي. رح نقوم نعمل هالمره واحده بالجمعه، رح نرش مي على الوراق تبعولها، خاصه انه هلا صيفيه فالوراق كثير بتعرق، كثير بتروح مي بسرعه، فاللي بنعمله انه بنرش الوراق تبعولها بالمي. ما في خوف هون انه يعلق المي بشي محل او يعمل، لا لانه الوراق كثير صغار كلها مفرغه. ايه مزبوط. هلا في خوف انه نرش شادي اذا شيء خايف على حاله، بس لا ما رح نرشها بهالطريقه هيدي. المرشه لازم يكون السبراي تبعها ناعم اوكي، تأذي. أوكي. وفي شغله مهمه لكل البلانتات بس بدنا نرشهم، دائما نجرب. هلا هون هي بتساعدنا لانه ورقة انت اقصر منا او انا اقصر منا عاده، فبتجي المي على الوجه السفلي للورقه، وهذا الشيء اللي لازم افضل. أوكي. يعني دائما ننتبه وقت نكون عم نرش مي، وقت نكون عم نرش مبيدات، دائما هيدا الوجه اللي تحت هو يلي لازم ياخذ اكثر من الوجه الفوقاني هون. اه نحن عاده لا بنشوف النباتات وبنرش هيك من فوق، بتحسي انه والله صارت نضره هيك. مزبوط. هلا كثير مهم لانه يعني بدك تغسليها. مزبوط. هي بتكون عم تعملي كمان غسيل، بس هيدا الثاني الوجه التحتاني للورقه هو يلي فيه المسام، هو يلي لازم انه النبته تشرب المي منه، وهو يلي عاده الحشرات بتجي عليه، لانه النبته بتتنفس من هالوجه هيدا اكثر من الوجه الثاني يلي عاده بيكون في طبقه مثل القشره او مثل الشمع يلي بتحمي الورقه من الشمس من كل العوامل الطبيعيه. فاذا وقتها بدنا نرش، خلينا نرش كلها سوا. واذا لاحظتي عم رش بس الورق ما وصلت للتيج تبعولها. هلا التيج قصه ثانيه رح نحكي عنها هلا. اوكي. وقت اللي بدنا نسقي اكيد بدنا نسقي هيدي 2-in-1. ايه حسيت مرشه وسقيه على. بدنا نسقي كثير منيح، نكب المي على مهلنا. دائما طريقه السقيه خليها تكون بطيئه، شوفي خليها تبلع المي ايه وترجع نسقي كلها سوا هيك تنكون تاكدنا انه اخذت كثير منيح المي. اوكي. هلا كثير مهم كمان وقتها بنسقي انه الاطراف اذا كانوا بلشوا ينشفوا، نحن ما لازم نوصل لهون انه الترافه ترافه بس ينشفوا، يعني بحسهم هيك قبعوا يزموا عن البوك. مزبوط. أوكي. هلا بس نبلش نحس انه عم ببلشوا يقبعوا عن الطراف بدنا نسقي، وخلينا ما نقول انه هيدا التراب بعيد عن النبته ما بدي اسقيه، لا، لانه التراب كله مثل الاسفنجه، يعني المطرح اللي بيكون ناشف رح ياخذ من تراب يلي هو مبلل وبيمنع عن البلانت، مشان هيك بنقول لازم تنسقى كلها سوا لحتى كل التراب يتشبع مزبوط بالمي. كنت حطيتي كل المرشه تقريبا، يعني عندنا كان شي لتر او مزبوط تقريبا شي لتر. واذا بدك ناخذ قاعده قديش كميه المي اللي لازم تسقيها لكل نبته وقت نكون عم نسقي، كل 10 لتر من البو من التراب اذا كان حجمه 10 لتر في مقابله لتر واحد من المي. هيدا بتكوني شبعتي التراب منيح بشكل انه المي الزايده رح تاخذها الشتله، مش رح التراب يمصها لانه منه اخذ كفايه مي. وقت يكون التراب هو اللي مشبع منيح بالمي، ساعتها النبته بتسحب المي اللي هي بحاجه لها، ونحن بحاجه لانه نخلي التراب يرجع ينشف شوي تنرجع نسقي. بهالطريقه بيكون الشروش تنفسوا، مش هيك بنقول نسقي مره واحده بالاسبوع بشكل منتظم للأريكا ولكل النباتات الكبيره عاده يلي اصولها استوائيه. مره واحده بالاسبوع نخلي التراب ينشف شوي ونرجع نسقي عن جديد، افضل ما انه نسقي كبايه مي كل يومين او ثلاثه، ما كثير رح يكون نافع للنبته وقت نكون عم نسقيها بهالطريقه هيدي، لانه التراب هو اللي رح ياخذ المي او رح تتبخر بسرعه لانه شوب، بينما وقت تكون كميه المي كافيه ما بتتبخر كلها سوا، في بضل في سؤال ما حكينا التشحيل، يعني ذكرت هيدي النبته 365 يوم مثل ما هي هيك عم تعطي وخضار والى اخره، ما بتتشحل؟ ما بتيبس؟ ما شو بيحد بيعمل بيشيل شو بيعمل؟ ما بعرف.
هلا عادة النباتات يلي بنسميها نحن العشبية أو النبتة يلي بيكونوا كل الأوراق تبعولها بيطلعوا دغري من الكعب ما بتتشحل، يعني إذا كان مثلا عندي أوراق مثل هون مسودين مش إنه إذا أنا جيت وقصيتها من هون رح ترجع تفرخ من هون، ما بتفرخ من هون خلص. اللي بده يفرخ بفرخ من تحت من الكعب تعطيني ورق جديدة. الورقة يلي بقصها من هون ممكن إذا كانت هي كتير مسودة قصة لحتى شيل المنظر البشع، بس رح تضل مثل ما هي لبين ما كلها سوا ترجع تختير وتصفر وتموت. وقت اللي بدي قصها رح قصها من كعبها عادة، كل ورقة بورقتها. كل ورقة بورقتها. هلا كعبها ننتبه وقت نقول من كعبها ما نقص كل هيدا يلي شايفينه هون، مش هيدا كعبها، كعب الورقة، لانه كل كعب عم يحمل شي 3 4 اوراق يعني بهالمعنى اكثر كمان، يعني حسب قديش كبروا للكعب. وهي بتفرخ بهالطريقه، مش هيك وقت بدنا نزرعها فيني قسمها مثلا لاثنين لنبتين اوكي، شيل شي 3 4 كعوبه مع بعضهم وازرعهم مع الشوش تبعولها حتى نعطيها بو جديد وتراب جديد وبتصير نبته مستقله. هلا اذا وقت بدي قص بدي قص بس الورقه هي من كعبها، يعني بدون ما اشيل من تحت المجموعين مع بعضهم. واذا كان منقرب الكاميرا شوي لحتى ننتبه نقول المرض يلي بيجي على الاركه او الكانتيا هو اجمالا مرض وحيد اكثر شيء بيصيبها، هذا اللي بنسميه النمش القطني. مبين اذا عم نطلع مبين هذا كثير بيصير على الاركه. بدنا نبرمها شوي لعند اوكي عظيم. عم نشوف في عنا مثل نقط لونهم أبيض، إذا بشيلهم بإيدي ينشيلوا لأنه بعدهم بأول مراحل المرض، وهذا عادة بيصير بس يكون في عندي رطوبة ويكون في عندي معها حرارة عم ترتفع بيصير في هيدا المرض، منه خطر إذا كان نلقطه من الأول. بتشوفي هون الأبيض يلي عم بقدر شيله بإيدي. طيب إذا هيك نظفناه بيروح؟ أوكي. لا مش رح يروح، بده دواء، بده شو بده؟ بده انه ننتبه له باول المراحل. يعني اول ما الأركة نشوف عليها هيدا الابيض فينا بفرشايه اسنان او بفرشايه صغيره مع شويه مي وصابون نقدر انه نشيل على الكعب، اذا ما بدنا هالقد نكون دقيقين مي وصابون بالمرشه كمان على كعبها بيمشي حال، هيدا باول مرحله. بس يصيروا ملزقين وبصير انا عم جرب اني اشيلهم وما بينشالوا معناتها انه صاروا لمرحله اكثر وصاروا كتار اكثر وفايتين بقلب نبتة أكثر، وساعتها مثل ما قلتي غادة نحن بحاجة لمبيد خاص بالمن القشري المن القطني النمش القطني النمش القطني، وبكون صرنا بمرحلة. قبل ما نوصل لهونيك كثير هين إنه نقدر نشوفهم بعيننا المجردة. إيه لأنه هي أصلاً يعني هيك واضحة منا مخباية مثل ما بيقولوا تحت ال مظبوط مظبوط. هلا مثل كل النباتات بهالوقت فينا إنه نعطيها مغذيات مرة كل 20 ل 25 يوم. نحن بدنا نبلش بعد شوي بشهر آب، بدها تبلش تصوم النبتة عن انها تاكل بهيدا الشهر اللي بيبقى كتير مشوب ويلي ممكن انه المغذيات تحرقها بدل ما انه تفيدها. يعني بعد في عنا بركة مرة واحدة نقدر انه نغذي نباتاتنا وبعدين نخليها ترتاح خلال شهر آب. مرسي لاليك ولنبتي كم حتخلي لنا اياها بالاستوديو؟ ايه لانه خبايه على شادي خبايه على شادي. بريك كمان مره وبنرجع منتابع.